إن خوارق العادات سواء مكاشفة ولا غيرها على 6 أنواع. نوع يحصل للأنبياء قبل نزول الوحي، هذا يسمونه إرهاصات. ونوع يحصل للأنبياء بعد نزول الوحي يتحدون به الناس، هذا يسمونه معجزات. ونوع يحصل لأتباع الأنبياء من أهل الاستقامة بسبب نور من الله، وهذا يسمى كرامات. ونوع يحصل للفجرة والكفرة على مقتضى ما يريدون، وهذا يسمى استدراجات. استدراج، قال تعالى سنستدرجهم من حيث ولا يعلمون، ومن ذلك ما يحصل للدجال استدراج. ولأجل ذلك تجد أن الدجال حينما يظهر يبدي كثيرا من هذه الخوارق حتى إلى حد أن يحيي موتى، وهو كافر، وهو كافر شرير خبيث دجال. أيوة. وأيضا ظهر ابن صياد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وكان يحدث الناس عما في نفوسهم، كشف في صحيح يجي يقول كذا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد خبى في نفس سورة الدخان، فلما جاء إليه قال خبأت ولكن خبرنا، قال الدخ الدخ الدخ، يريد أن يقول الدخان، قال صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، أنت ما تتجاوز قدرك اللي حطك الله فيه. فهو خلقه الله سبحانه وتعالى فتنة حتى توقع جماعة من أصحابه أنه الدجال نفسه، وقال له سيدنا عمر أنا أريد أن أقتله، قال إن يكن هو، يعني إذا كان هو نفسه الدجال فلن تسلط عليه. ونوع خامس ما يحصل لهم خلاف مقصودهم بالعكس، وهذا يسمونه إهانات، مثل مسيلمة الكذاب، قالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بير ففاض ماؤها إلى فوق، وعندنا بير فيها ماء قليل نريد أن تقرأ فيها، جاء يقرأ تفل غار ماؤها، هذا يسمى إهانة. قالوا له إن عين قتادة سقطت وردها محمد، وعندنا واحد أعور على عين واحدة، أنت شوفها تقرأ عليه، جاء يقرأ عليه فعميته صحيحة، هذا يسمونه إهانات بعكس مقصوده. ونوع سادس يحصل بواسطة استغاثة بأسماء بطلة من الجن وشياطين وعقد ونفث مخصوص يسمى سحر. صارت كم؟ ستة. هذا خوارق العادات على 6، فيمكن أن يحصل للمؤمن منها كرامة، ويمكن أن يحصل للكافر استدراج أو إهانة أو سحر، ممكن يتم. لكن ما يحصل للمؤمن مميز بأنه تحيط برعاية الله سبحانه وتعالى ونوره، فهو آمن من المكر به ومن الاستدراج، وهو آمن كذلك من التلبيس وتقليب الحقائق. فهمت أم لا؟ ولهذا قالوا أن الكرامة الحقيقية ما هو مجرد المكاشف، الكرامة الحقيقية استقامتك على المنهج، تستقيم على منهج النبوة، هذا الكرامة أكبر كرامة، لأن هذه كرامة ما يشاركك فيها أحد من الكفار والفجار أبدا، لكن خرق عادة ممكن منك ممكن من كافر، لكن هذه الكرامة الحقيقية الكبيرة أن تكون مستقيم على المنهج. ومن هنا قالوا الاستقامة أعظم كرامة.